الرقابه موجوده على الحريات بس، لو في رقابه ما كناش وصلنا اللي احنا وصلنا له ده. الرقابه اولا مش موجوده خالص. لا موجوده بس على الحريات. الرقابه غير موجوده مش في الموضوع ده بس، في حاجات كتير. الرقابه مش موجوده دلوقتي في جميع الهيئات الحكوميه مش موجوده. رقابه في البلد ما فيش رقابه خالص. ولا كل دول، الرقابه الحاليه اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه رقابه شكليه. هي الرقابه موجوده على الحريات بس. بصراحه ما فيش رقابه خالص في البلد. الرقابه بقت موجوده وابتدى يبقى ليها دور. الرقابه مش موجوده خالص نهائي. وحزب الله ونعم الوكيل.